بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة، الحضور الكريم، شرفني أن أشارك في هذه الجلسة لحكاية وطن، وطن عزيز، وطن تشرفت بأن مثلته في الخارج وفي الداخل على مدى ما يزيد عن 40 سنة لخدمة شعب عظيم نكن له كل التقدير. وأنتهز أيضا الفرصة لتوجه لإخواتنا المسلحة الباسلة بالتهنئة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، ولكل من أفنى وضحى من أجل هذا الوطن العزيز. وإذا ما استعرضنا السياسة الخارجية في ظل الجمهورية الجديدة منذ عام 2014، لابد أن نتذكر أن السياسة الخارجية في المقام الأول هي لخدمة المواطن المصري الفرد وتحقيق طموحاته وتحقيق الازدهار له. ولما كانت السياسة الخارجية مرآة للأوضاع الداخلية، فلا بد أن نتذكر ما كانت عليه الدولة قبيل 2014، فكانت تعاني من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية، تراجع في الدور الإقليمي لها والدولي، تعاني من هجمات شرسة من الإرهاب، وأدى التطورات إلى تعليق عضويتها في الاتحاد الأفريقي، مؤسسة التي كان لمصر دور رئيسي في تأسيسها، بالإضافة إلى عدم الرضا الشعبي إزاء ما استشعره من انتقاص من كرامة الدولة وتراجع مكانتها. وكان لذلك من الأهمية أن تصيغ الدولة لسياسة خارجية تتسق مع رؤية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدد هذه الخصائص في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنيب الاستقطاب، دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مركزية الدور للمواطن في السياسة الخارجية، والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي، وسياسة استباقية تتعامل مع التحديات البازغة، وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر.